نشرة مفصلة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. التحالف السعودي يزود أنصار هادي بالسلاح جوا، والغارات تسفر عن استشهاد العشرات، وروسيا تطرح هدنات إنسانية في مجلس الأمن. روحاني يقول إن السداسية الدولية أقرت بحقوق إيران النووية، وأوباما يواصل اتصالاته مع قادة الخليج بعد التفاهم مع طهران. ومع احتدام المواجهات مع داعش في مخيم اليرموك، العشرات من مسلحي أكناف بيت المقدس يسلمون أنفسهم للفصائل الفلسطينية وللسلطة السورية. زودت قوات تحالف عاصفة الحزم أنصار الرئيس عبد رب منصور هادي بالأسلحة والذخائر بحسب ما أفادت به مصادر يمنية. وقد جرت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس هادي والجيش اليمني في مناطق متفرقة من عدن، أسفرت عن مقتل 44 شخصا. وبالتوازي سيطر تنظيم القاعدة على ميناء المكلا أكبر الموانئ في محافظة حضرموت، وكان مسلح التنظيم قد سيطروا على غالبية أحياء المكلا ونهبوا مقار حكومية وأمنية وعسكرية. إذن استشهد 10 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال في القصف السعودي الذي استهدف قرية حجر عكيش غرب صنعاء، وكانت الطائرات السعودية قد شنت غارة على جسر شعب اللبن شرق مخيم الإمارات للنازحين في المزرق بحجة. ومن جهة ثانية أفاد مراسلنا باستعداد حلف قبائل حضرموت للدخول إلى مدينة المكلا لإخراج عناصر القاعدة منها، وقد دارت معارك عنيفة بين الجيش اليمني ومسلحي القاعدة، وذلك بعد سيطرة القاعدة على المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت. إلى ذلك قتل رجلا أمن سعوديان في عسير خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود مع اليمن بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية. وكان المتحدث باسم عاصفة الحزم أحمد عسيري قد أشار إلى مناوشات متقطعة مع مسلحين من أنصار الله قرب الحدود السعودية. وفق ما قال عسيري، تحدث أيضا عن احتمال اللجوء إلى عمل بري في حال دعت الحاجة، ودعا إلى عدم استعجال نتائج العمليات للغارات الجوية في اليمن بسبب صعوبة العملية. 9 أيام في عمر المعارك والحروب يعتبر شيء قليل جدا، وتزداد هذه العمليات صعوبة عندما تكون الطرف الآخر ميليشيا وليس جيش نظامي. ولذلك العمل الجوي أو الحملة الجوية هي مرحلة هامة ومهمة ودقيقة لتمهيد ما بعدها من أعمال. يجب أن لا نستعجل الأمور، نسير وفق ما ذكرت للأخ السائل الذي سبق، أنه وفق خطة موضوعة. رغم الطقس العاصف، زحف اليمنيون من مدن أمريكية عدة إلى نيويورك للمشاركة في تظاهرات مناوئة للحرب على بلادهم، مرددين هتافات تؤكد وحدة اليمن والشعب اليمني. نزار عبود والتفاصيل. الوحدة اليمنية جاءت هبة من الله ولن ينزعها أحد منا. أدى اليمنيون صلاة الجمعة تحت المطر، فالسماء في اليمن تمطر الصواريخ، وهم متحدون يتألمون للضحايا ولا يخفون الغضب. شعبا يمنيا واحد، عيشا يمنيا واحد. حتى وإن حطموا بلدنا واقتصادنا فمعنويتنا رافعة، فنحن الشعب الذي لا يقهر. الحوثة والشافعية والزيدية هما أخوة وسنظل أخوة. اتحدوا في رفضهم للهجوم العسكري السعودي، معتبرين أن هدفه تدمير ركائز دولتهم. شعب كامل تتحكم به أسرة، فأين المجتمع الدولي؟ المجتمع اليمني مجتمع متماسك، فلا يوجد هناك أي حرب طائفية. لا يضربوا الجهال والأطفال والنساء بالطائرات، انزل على الأرض يا جبان. والله العظيم أننا ستنتصر. جاء بعضهم من مدن تبعد مئات الكيلومترات، ورغم ألمهم لم ينسوا القضايا الكبرى والتضامن العربي. الشعب اليمني إذا نفذ صبره لن يرجع إلا في القدس. نرحب بأخواننا المصريين ونفخر بهم، لأننا نعرف أن قلوبهم معنا مهما كان، ليسوا مع العدوان. اليمنيون هنا يستغربون غياب الشعوب العربية عن الشوارع للتعبير عن سخطها على ما تتعرض له بلادهم. نزار عبود، نيويورك، الميادين.
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لبحث اقتراح روسي بهدف إرساء هدنات إنسانية في اليمن. وتأتي هذه الجلسة بطلب من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التي دعت إلى عقد مشاورات مغلقة بين دول مجلس الأمن لبحث وقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي في اليمن. أعضاء المجلس سيستمعون إلى إحاطة حول الأوضاع اليمنية مع المستشار الخاص جمال بن عمر. التطورات في اليمن كانت محورا في مباحثات تركية باكستانية بين رئيسي حكومات البلدين. وأثناء لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في أنقرة، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو إن موقف بلاده واضح في الملف اليمني، وهو مع السعودية في حملتها العسكرية ضد اليمن. موقف تركيا واضح بالنسبة لليمن، وسعينا بعد المحادثات الثنائية بهذه الرؤية المشتركة لباكستان. كلانا يعتقد أن هذا هو الرئيس الشرعي لليمن، فهو من انتخب من قبل الشعب ولا يزال يحافظ على شرعيته. وبدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة اليمنية. كلانا يوافق على أن الأزمة الحالية في اليمن قد تغرق المنطقة في حالة من الفوضى، واتفقنا على دعوة أطراف الحرب في اليمن لحل الخلافات سلميا، كما اتفقنا أيضا على التشجيع للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السداسية الدولية أقرت بحق إيران بتخصيب اليورانيوم على أرضها، وأكدت أن ذلك لا يمثل تهديدا لأحد. روحاني أضاف في كلمة متلفزة أن العقوبات المالية والاقتصادية ضد إيران ستلغى مع بدء تطبيق الاتفاق، كما ستلغى كل القرارات التي صدرت ضد طهران في اليوم نفسه. المجموعة السداسية أكدت أن من حق إيران تخصيب اليورانيوم على أرضها، ومن كان يقول حتى الأمس أن التخصيب في إيران يهدد العالم قبلوا جميعهم على قاعدة أن التخصيب في إيران لم يكن تهديدا لأحد. وأنا أجدد القول أن كل التقنيات النووية لدينا هي فقط للتنمية في إيران، وهي لم ولن تتخذ ضد أي بلد في المنطقة ولا في العالم. الرئيس روحاني أكد أن كل ما وعدت به بلاده في المفاوضات النووية ستفي به شريطة أن يفي الطرف الآخر بوعوده، وإلا فالخيارات مفتوحة أمام الشعب الإيراني. نحن في المفاوضات قدمنا للعالم وعودا سوف نفي بها، لأننا لا نباغت ولا نغدر، ولأن هذه الوعود تأتي في إطار مصالحنا الوطنية. وعودنا نفي بها شريطة أن يكون الطرف الآخر أيضا يعمل وفق وعوده من الآن ولغاية الاتفاق النهائي في المستقبل. هذا الاتفاق يجب أن يكون متساويا ومتوازنا، أما إذا أراد الطرف الآخر يوما ما ألا يلتزم فإن الخيارات تكون عندها مفتوحة أمام الشعب الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن من يتحدث عن رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما تم التفاهم عليه حتى الآن، وأضاف أنه بموجب القانون الدولي فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة ومسؤولة عن رفع كل العقوبات المفروضة على بلاده فورا. نور الدين دغير والتفاصيل. هكذا كانت طهران وإن في عطلة نوروزها مباشرة بعد الإعلان النووي في لوزان. وصل رئيس المفاوضين وفريقه إلى العاصمة الإيرانية، وهكذا استقبلته بعد مفاوضات اعتبرت الأصعب منذ بدء الجدل حول البرنامج النووي الإيراني. فما وقع في لوزان في نظرهم لم يكن إلا انتصارا إيرانيا انتظروه سنوات، وأعينهم على خروج البلاد من ضيق العقوبة الدولية. بيان لوزان أو تفاهم لوزان أو اتفاق لوزان قد لا يهم الاسم في نظر من اجتمعوا على طاولة المفاوضات بقدر ما تهمهم نتائجه. وبالنسبة إلى المفاوض الإيراني الذي يبدو أن الرؤية حول الاتفاق النهائي أصبحت واضحة له، قد يكون الاسم مفرا من أزمة اتفاق على مرحلتين. طرق الحل التي أعلن عنها يمكن أن تكون الأساس في الاتفاق النهائي، وسننتهي من تدوينه أواخر حزيران يونيو. تفهم تقول الحكومة إنه استجاب للعديد من مطالب إيران، والأكثر من هذا لم يتجاوز الخطوط الحمراء للسياسة الإيرانية. فإيران اعترف بها رسميا كدولة نووية والعقوبة في طريقها إلى الزوال. ومن صلاة الجمعة قد يبدو أن هناك رضا من أعلى هرم السلطة السياسية في البلاد، فعلى منصتها كان رئيس مكتب روحاني يشرح آخر تفاصيل الاتفاق، والرسالة قد تكون واضحة لمن هم في الداخل والخارج. المفاوضون تعاملوا بالليونة والشجاعة طبق ما أمر به مرشد الثورة، وهم والشعب من العناصر الأساسية لهذا الإنجاز. لكن يبدو أن من هم في الطرف المقابل لحكومة روحاني
لم يرقهم الاتفاق، لم يروا فيه إلا حبل حصان بعد تقديم الحصان للطرف المقابل. إذن هذا هو واقع السياسة في إيران. اجتمعت الأطراف كلها على أحقية بلادهم في برنامج نووي، لكنهم اختلفوا في الحلول. فقسم من التيار المحافظ ربما قد لا يخشى من الاتفاق بقدر ما يخشى تأثيره على مستقبله السياسي، أما تيار الرئيس روحاني فقد يرى في الاتفاق خطوة إلى الأمام، من أجل خطوتين إلى الأمام كذلك. فعلى الأبواب انتخابات تشريعية وأخرى لمجلس الخبراء قد تفتح أمامه بقية مؤسسة الدولة. مردين دغير، طهران، الميادين. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن من يتحدث عن رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما تم التفاهم عليه حتى الآن، وأضاف أنه بموجب القانون الدولي فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة ومسؤولة عن رفع كل العقوبات المفروضة على بلاده فورا. نور الدين دغير والتفاصيل. هكذا كانت طهران وإن في عطلة نوروزها مباشرة بعد الإعلان النووي في لوزان. وصل رئيس المفاوضين وفريقه إلى العاصمة الإيرانية، وهكذا استقبلته بعد مفاوضات اعتبرت الأصعب منذ بدء الجدل حول البرنامج النووي الإيراني. فما وقع في لوزان في نظرهم لم يكن إلا انتصارا إيرانيا انتظروه سنوات، وأعينهم على خروج البلاد من ضيق العقوبة الدولية. بيان لوزان أو تفاهم لوزان أو اتفاق لوزان قد لا يهم الاسم في نظر من اجتمعوا على طاولة المفاوضات بقدر ما تهمهم نتائجه. وبالنسبة إلى المفاوض الإيراني الذي يبدو أن الرؤية حول الاتفاق النهائي أصبحت واضحة له، قد يكون الاسم مفرا من أزمة اتفاق على مرحلتين. طرق الحل التي أعلن عنها يمكن أن تكون الأساس في الاتفاق النهائي، وسننتهي من تدوينه أواخر حزيران يونيو. تفهم تقول الحكومة إنه استجاب للعديد من مطالب إيران، والأكثر من هذا لم يتجاوز الخطوط الحمراء للسياسة الإيرانية. فإيران اعترف بها رسميا كدولة نووية والعقوبة في طريقها إلى الزوال. ومن صلاة الجمعة قد يبدو أن هناك رضا من أعلى هرم السلطة السياسية في البلاد. فعلى منصتها كان رئيس مكتب روحاني يشرح آخر تفاصيل الاتفاق، والرسالة قد تكون واضحة لمن هم في الداخل والخارج. المفاوضون تعاملوا بالليونة والشجاعة طبق ما أمر به مرشد الثورة، وهم والشعب من العناصر الأساسية لهذا الإنجاز. لكن يبدو أن من هم في الطرف المقابل لحكومة روحاني لم يرقهم الاتفاق، لم يروا فيه إلا حبل حصان بعد تقديم الحصان للطرف المقابل. إذن هذا هو واقع السياسة في إيران. اجتمعت الأطراف كلها على أحقية بلادهم في برنامج نووي، لكنهم اختلفوا في الحلول. فقسم من التيار المحافظ ربما قد لا يخشى من الاتفاق بقدر ما يخشى تأثيره على مستقبله السياسي، أما تيار الرئيس روحاني فقد يرى في الاتفاق خطوة إلى الأمام، من أجل خطوتين إلى الأمام كذلك. فعلى الأبواب انتخابات تشريعية وأخرى لمجلس الخبراء قد تفتح أمامه بقية مؤسسة الدولة. مردين دغير، طهران، الميادين. يواصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لليوم الثاني على التوالي اتصالاته مع قادة الخليج عقب التفاهم الذي تم بين إيران ودول الخمسة زائدا واحدا بشأن الملف النووي الإيراني. البيت الأبيض قال أن الرئيس باراك أوباما تحدث مع زعماء كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ودعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي إلى لقائه في منتجع كامب ديفيد لبحث الاتفاق المبدئي. إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا بشأن برنامج إيران النووي يمثل تهديدا لإسرائيل. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بأن الرئيس أوباما يواصل الاتصالات مع مشرعين أمريكيين بشأن الاتفاق المبدئي ويعتزم التحدث مع قيادات الكونغرس.
أما موسكو فأعلنت استعدادها لتزويد إيران بأحدث أنظمة الدفاع الجوي بعد رفع القوبات عنها. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف كشف أن بلاده مستعدة لتوريد الوقود النووي إلى إيران وسحب الوقود المستنفد من كل المفاعلات الإيرانية التي شاركت روسيا في تشييدها. سلم العشرات من مسلحي أكناف بيت المقدس في مخيم اليرموك أنفسهم للفصائل الفلسطينية والسلطة السورية. يأتي ذلك مع تواصل الاشتباكات العنيفة بين مسلحي داعش والنصرة من جهة ومسلحين من أكناف بيت المقدس مدعومين بمسلحين من لواء الإسلام وشام الرسول في مخيم اليرموك. وفي بلدات ببيلة ويلدا وبيت سحم خرجت تظاهرات لأبناء البلدات رفضا لدخول داعش إلى اليرموك. يتقدم داعش في مخيم اليرموك بعد تراجع مؤقت. اشتباكات عنيفة تشتعل جبهات القتال مع أكناف بيت المقدس بعد مؤازرة من لواء الإسلام وشام الرسول القادمين من بيت سحم ويلدا. داعش المدعوم من النصرة يتقدم إلى شارع لوبيا التجاري في قلب المخيم. في المقابل تشعل الفصائل الفلسطينية مدعومة بالدفاع الوطني جبهة شارع فلسطين. قمنا بأمس بتقدم في داخل المخيم والسيطرة على عدد من الكتل البنائية كتل البناء في داخل المخيم التي كانت تتواجد فيها جبهة النصرة وأحرار الشام اللي هم متحالفين إلى حد بعيد مع جبهة النصرة. على بعد مئات الأمتار عن مخيم اليرموك تجري عمليات إدخال المواد الإغاثية على محور ببيلة يلدا بيت سحم. لا داعش ولا تكفير، لا داعش ولا تكفير. مئات المدنيين من البلدات الثلاث خرجوا في تظاهرات تنديد بداعش والنصرة معا. المدنيون أبعدوا مسلحي النصرة من بيت سحم باتجاه مخيم اليرموك قبل أسابيع، يواصلون مسيرهم اليوم دعما للمصالحة. أنا عسكري من شقه، هلا بدنا نحارب التكفيرية وعم نحارب شو اسمه جبهة النصرة وداعش، هدول كلهم يعني رح يجوا يذبحونا واحد واحد. بدي وجه رسالة للغوطة، أخي مصالحات وطنية، نحن مصالحة، شو بدك أحسن من المصالحة؟ بدنا نرجع مثل ما كنا. الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر أدخلت دفعة ضخمة من المواد الإغاثية لأهالي المنطقة، 9000 سلة غذائية لتحسين الواقع المعيشي، خطوة تكمل فتح البلديات ومواصلة العملية التعليمية. وقفة تضامنية مع مخيم اليرموك وأبناء مخيم اليرموك والحجر الأسود. النقطة الثانية التي جينا من أجلها لكي نشكر كل من ساهم في إدخال هذا الطعام. النقطة الثالثة نريد المزيد، كلما ساهمنا في إدخال الحياة إلى الجسد المريض ذهب المرض. المئات من أبناء البلدات الثلاث باتوا اليوم في مواجهة داعش والنصرة داخل اليرموك. تتغير المعادلات بسرعة، فالخطر بات يهدد الجميع اليوم، ولا طريق إلا الصلح. محمد الخضر من ببيلة في ريف دمشق الجنوبي، الميادين.